سرق دييغو مال سيباستيان. لم يهتم سيباستيان لذلك لأن دييغو كان يعرف فرقة كارلوس التي تعمل فيها والدته. عندما زار دييغو فرقة كارلوس سمعت والدة سيباستيان إيزابيل حديثا عن ولد يرافقه كلب بيريني أبيض. حاولت إيزابيل معرفة ما إذا كان الولد هو ابنها سيباستيان. وسيباستيان من جهة توجه إلى مدينة رابيرو بحثا عن دييغو. القطار آت، خذوا حذركم من الكلب الأبيض، لا تدعوه يفلت من قبضتكم، مفهوم؟ ها؟ ها هو. هيا بنا بسرعة. كلب بيريني أبيض. ابحث جيدا. حاضر يا سيدي. لنختبئ يا بال. لا يوجد أحد هنا يا سيدي. ولا حتى هنا. حسنا، هذا يكفي اليوم لنعود إلى الدائرة. تفاجأت، طلبت الشرطة أن تمسك بنا. نعم أنا جائع أيضا. لنسترح قليلا، سنكون بمأمن إذا تسللنا إلى المدينة قبل الفجر. هذا كل ما تبقى معنا. هذا لك يا بوتشي. هذا لك يا بال. هو هذا لي أنا. لنجد مكانا ننام فيه الليلة.
المكان مزدحا جدا ومليء بالناس، يجب أن نتحمل. سأدعكم تأكلون عندما نجد دييغو، اتفقنا؟ ايه خذ رائع. حسنا، انت تقوم بعمل ممتاز. ايزابيل تشجعي، اذا كان الولد فعلا سيباستيان سياتي ليجدك بالتاكيد. اصبري قليلا، ابتسمي، اشعر بانك سترينه قريبا. انا اسفه لازعاجك. اريني ابتسامتك ايزابيل، لا احب وجهك عابسا. حسنا. ايزابيل، اليك ما افكر به، لا يوجد في المدينه كلاب بيضاء كبيره، فاذا ما شاهدهم الناس فسيتكلمون ونعرف بوجودهم. من المؤسف ان الشرطه اطلقت سراح دييغو، لكننا لسنا بحاجه اليه، لاننا سنجد سيباستيان قريبا. ربما لم يأتي دييغو إلى هذه المدينة، سوف أجده. ما الأمر يا بيل؟ هذا الصوت. أنا سعيد لرؤيتك، حقا أنا سعيد. أعد لي مالي يا دييغو. مال؟ عن ما تتكلم؟ سوف نرى، أرني ما معك بالذرة. لابد أنك أسأت فهمي. تدعوه يفلت طاردوه حتى نهاية. ها هو، لا تدعوه يهرب. بسرعة التفوا حوله، التفوا حوله. نجوك أخيرا، كادوا أن يمسكوا بي. يجب أن لا ندعه يهرب.
جوت أخيرا. ماذا تريد منا أيها الصبي؟ مالي أعطي مالي الآن. عجبا. ابتعد عن السكة. حسنا أنت الرابح. ما؟ ابتعد عن الطريق. ماذا؟ هذا ما تبقى فقط؟ استعملت المال لأني كنت بحاجة إليه. دييغو هل أنت بخير يا دييغو؟ ماذا يجب أن أفعل؟ بابل سوف يمسكونك يا بابل. لا أستطيع تركه لوحده، إنه بحالة سيئة. هل فهمت يا بال؟ سأكون هناك بالتأكيد. هيا اذهب يا بال. إلى اللقاء يا بال. هاك الكلب الأبيض يركض نحو التلة. سوف يبدأ سيرك كارلوس الآن أيها السادة. سيداتي وسادتي، نأسف لجعلكم تنتظرون. أول عرض سنريكم إياه هو للدب يوسو في مشهد مصارع. دب يوسو. سوف يأكلني هذا الدب. إنه دب كبير يا صديقي. هل هو الذي طارد الرجل وأوقف القطار؟ لا، بل إنه كلب بيرني أبيض. الشرطة حصلته على التلة في طرف المدينة. سيداتي وسادتي، بالعرض التالي سنقدم لكم أغنية جميلة تؤديها لنا مغنية فرقة كارلوس. سيداتي وسادتي، تطبيق للآنسة إيزابيل. إيزابيل، ها هي الآن المطربة الكبيرة الآنسة إيزابيل. آنسة إيزابيل،
ما هذا؟ أين هي المطربة؟ هربت إيزابيل. هيا إيزابيل رحلت. أريد المطربة الآن. أرجوك اهتم بالأمر. يصعد إلى القمة منذ وقت طويل. فهمت. اسمعوا، يجب أن تتحركوا بسرعة قبل أن يتمكن من الهرب. أصغوا إلي جميعا. الكلب الذي هرب إلى السلة هو الكلب الشرير. لقد هاجم عدة أشخاص، وهو ملاحق ومطارد من قبل الشرطة في كل أنحاء المنطقة. أنا متأكد أننا سنقبض عليه قبل أن يعتدي مجددا على أي إنسان. توقف عن الكلام وهيا الى العمل. تصوروا اننا لا نستطيع حتى النوم بامان في الليل. نعم، انت محق تماما. من هذا؟ الم تشاهد صبيا مع كلب؟ الكلب البيريني الابيض اختفى، وكذلك الصبي. أنا متأكد أن الكلب صعد إلى القمة. إلى القمة؟ هاي، إلى أين أنت ذاهبة؟ عودي. ماذا لو فاجأك الكلب الأبيض؟ إنه خطير. عودي. يا إلهي، لقد جئت من بعيد. ادخل، تستطيع التكلم معه لفترة قصيرة. شكرا. سيباستيان، كيف تشعر يا دييغو؟ إنها عدالة السماء. انظر، هل تؤلمك؟ جرح بسيط لأن الإسعافات الأولية كانت جيدة. أنا آسف. شكرا على اصطحابك لي إلى هنا. لا داعي لذلك. بالمناسبة، هل زرت فرقة كارلوس في رابييرو؟ ماذا؟ فرقة كارلوس؟ لم تقابله؟ إنهم يقيمون عرضا في رابييرو. إنهم يقيمون عرضا كبيرا، فاعتقدت أنك التقيت بهم. نعم، كان هناك امرأة في السيرك يبدو أنها كانت تبحث عنك يا ولدي. ماذا؟ أسأت معاملة المرأة أيضا، كانت لطيفة جدا معي. أعطتني طعاما وأخبرتها بأن في الليلة السابقة التقيت صبيا هو أيضا أطعمني. دييغو. نعم. ماذا كان اسمها؟ أرجوك قل لي ماذا اسمها. اسمها أنيزة على ما أعتقد. كلا، اسمها إيزابيل. نعم، هذا صحيح، إيزابيل. كان اسمها إيزابيل. كيف عرفت ذلك؟ شكرا يا دييغو. هيا بنا يا بوتشي. هاي، توقف. إلى اللقاء يا دييغو. إلى اللقاء. أمي، شعرها غريبا. أمي. آه!
هذا أنت؟ كلب سباستيان الأبيض؟ سباستيان؟ يا أخيرا التقت إيزابيل مع بيل، لكن شيئا فظيعا كان قد حدث ولم يعلم سيباستيان بذلك. بقي يركض ليصل إلى بلدة رابيرو. أسرع يا سيباستيان أسرع.